حصل النرويجي جان على الشهرة بطريقة غريبة وغير متوقعة. تخرج في أكاديمية الفنون الجميلة عام 2004 ومضى في حياته، وأقام المعرضة داخل النرويج وخارجها. منذ سنوات قليلة قرر أن يصبح مشهوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فاختار طريقة غريبة لجذب الناس وهي تدمير الأشياء أمام أعينهم. في البداية ظهر جان في فيديوهات لا تتعدى 10 ثواني وهو يفرقع بالونات، ولكي يجعل الفيديو أكثر إثارة وضع نفسه في خطر، فثبت على جسده السكاكين الحادة والآلات الغريبة لاستخدامها في الفرقعة. انتشرت فيديوهات جان بين الناس بسرعة البرق، وأصبح لديه آلاف المتابعين رغم خلو المحتوى من المضمون. وأرجع محللون السبب بأن تدمير الأشياء يشعر الناس بالرضا والراحة، خاصة أن طريقة التدمير صعبة ولا يمكن للشخص القيام بها. يبذل جان في فيديوهاته رغم بساطتها مجهوداً كبيراً، ويتعمد تنفيذها بطريقة معقدة لجذب انتباه المتابعين أكثر. اتجه بعد فرقعة البالونات للمكرونة التي يقوم بتكسيرها بإتقان، تابعوا جان حالياً على إنستغرام حوالي 700,000 متابع. بعضهم يحب نوعية فيديوهاته ويشجعونه، والبعض الآخر يهاجمه بشدة. يكتب جان تنويهاً ليحذر متابعيه من تجربة ما يقوم به، ليتجنب المساءلة لعرضه محتوى يتضمن أدوات حادة. شاركنا، هل أنت مع أم ضد هذه النوعية من الفيديوهات؟